ختاما أحبائي، ها نحن نطوي معا صفحات فصول هذا العام الدراسي. بدأنا عامنا محملا بالعزم والأمل والكثير من المسؤوليات التي تصبو إلى الوصول إلى طريق النجاح والتفوق وكسب العلم والمعرفة. تلاميذي الأعزاء، لقد كرست المؤسسة كامل جهودها وجل اهتمامها وعطائها حرصا منها على تميزكم وتهيئكم لخوض بحر الحياة ومواجهة خفاياها بنفسيات راقية متنورة متعلمة. وأنتم تعرفون أبنائي أن الفرق بين الإنسان الناجح وغيره هو أنه يتمتع بالإرادة والثبات والإصرار والعمل والجد والاجتهاد لنيل المبتغى، وأنتم أبنائي بلا شك من هذه الزمرة. وخير دليل تميزكم على الصعيدين الإقليمي والجهوي في مسابقة صحفيين الشباب. ختاما، أعتز وأفتخر بكم وبتواصلكم معي طيلة فترة الحجر الصحي، سواء عبر الواتساب أو هناك من اتصل بي عبر الهاتف، وأدعوكم لمواصلة المثابرة والعمل الجاد لنكمل معا مسيرة مشوارنا السنة المقبلة بحول الله تعالى، خصوصا وأننا مقبلون على امتحانات إشهادية. وأخبركم أبنائي أن جميع الأساتذة بالمؤسسة دون استثناء طبعا واعون بأهمية التعليم الحضوري، لذا سيخصصون إن شاء الله حصصا منذ بداية السنة لتدارك ما ضاع من تعلمات خاصة بموارد المرحلة الرابعة، كل حسب اختصاصه، حتى نبدأ السنة المقبلة إن شاء الله بكل جد واجتهاد ومثابرة لنحصل على المراتب الأولى كما تعودنا، ونكون من المتوجين والمحتفى بهم إن شاء الله تعالى. بوركتم أبنائي، ودمتم بكامل همتكم واجتهادكم، وأستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.